بنتي اتحجبت وانا لسه، كفايه تنمر وتريقه، وربنا هو اللي هيحاسبني. مروه عبد المنعم بترد على هجوم وانتقادات الجمهور بسبب حجاب بنتها. اتصدرت الفنانه مروه عبد المنعم الترند على السوشيال ميديا خلال الساعات اللي فاتت بعد الاعلان عن لبس بنتها الحجاب، فتعرضت مروه للهجوم والانتقادات من الجمهور بسبب قرار بنتها للبس الحجاب وعدم لبسها هي الحجاب. واستمر الانتقادات والهجوم على مروه في التعليقات لحد ما قررت ترد على تعليقات الجمهور. فيا ترى رد مروه كان ايه، وليه ما حبيتش تتحجب زي بنتها؟ البدايه كانت مع نشر مروه صور ليها مع بنتها بعد ما لبست الحجاب، لكنها اتفاجئت بان المتابعين بيهاجموها لانها هي مش المحجبه وبيطالبوها انها تلبس الحجاب زي بنتها الصغيره. لكن مروه قررت ما تسكتش على الهجوم والانتقادات اللي بتتعرض لها، وقررت ترد على الجمهور. فرجعت نشرت صوره بنتها مره تانيه بالحجاب وهما مع بعض، وعلقت عليها وقالت: فخوره ببنتي، ايوه بنتي اتحجبت وانا لسه، كفايه بقى تنمر يا جماعه وكلام غريب بسمعه، ازاي البنت اتحجبت ومامتها لا؟ يا جماعه اللي هيحاسبني ربنا، هو اللي عالم بالخبايا. وتفاعل المتابعين مع الصور اللي نشرتها مروه وشجعوا بنتها على الخطوه الجديده اللي خدتها، وحاولوا يدعموها علشان ما تزعلش من التعليقات السلبيه اللي هجمتها. وقال المتابعين في تعليقاتهم اللي حاولوا يدعموها بيها: ما شاء الله تبارك الله قمر، ربنا يبارك فيها ويفرحك بيها عقبالك ان شاء الله، ما شاء الله قمرايا، ربنا يبارك لك فيها، يا رب بارك فيها ويثبتها ويفرحك بيها يا رب، ربنا يثبتها ويحفظها عقبالك يا رب. كمان دي ما كانتش المره الاولى اللي بتظهر فيها مروه مع بنتها، فسبق وظهرت معاها في برنامج واحد من الناس مع الاعلامي عمرو الليسي. اتكلمت عن علاقتها ببنتها وانها قريبه منها جدا، لكنها رافضه دخولها مجال التمثيل، وقالت انها كانت تجربه صعبه بالنسبه لي والوسط الفني بقى صعب، علشان تحقق فيه النجاح لازم تبقى متربي تربيه كويسه عشان تفضل متوازن نفسيا، علشان هو قائم على مين اعلى من مين، مهنة مرهقة نفسيا. كمان سبق وواجهت مروة أزمة كبيرة في المصاريف الخاصة ببنتها، وده بسبب الفترة الكبيرة اللي بعدت فيها عن التمثيل. وقالت وقتها عن الأزمة المادية اللي مرت بيها: كنت لسه بقول لبنتي أنا مش عارفة أنا صرفت عليكم طول السنين اللي فاتت دي إزاي، بس بتمشي، أنا وقفت جنب نفسي محدش وقف جنبي، طبعا بعبد ربنا ده عظيم وكريم، بقعد ساعات أقول أنا بصرف السنة دي إزاي، أشرف زكي واقف معايا، إدوارد كان واقف معايا وما كانش كتير، ودول اللي كانوا واقفين معايا، ومش هقول مين اتخلى عني، وفي ناس استنيت انهم يبقوا معايا ومزعليني قوي ومش عايزه اقول مين، ما كانوش صحابي قوي، على الاقل في بينا عشره، ولما اقابلهم في لوكيشن بيقولوا لي الاخبار وبيسالوا عليا. حاليا مروه رجعت للعمل الفني من تاني وبنتها عايشه معاها مستقره ولبست الحجاب، فيا ترى ممكن نشوف مروه عبد المنعم هي كمان قريب بالحجاب؟